سيدتي، رجعنا لك تاني وبنكمل فقراتنا، واعتقد فقره بنهتم بيها جدا كل ما يتعلق بالجمال، جمال الوجه، جمال الشعر. هيكون معانا وضيفنا دايما الدائم في يوم الثلاث دكتور منير ويليام، كبير جراحي التجميل. ازيك يا دكتور؟ صباح الخير. صباح الخير دكتور. كل سنه وانتم طيبين، طيب يا والامه العربيه والاسلاميه والمصريه بخير وسلامه. شكرا يا دكتور. كل سنه وانتم طيبين. دكتور، احنا النهارده هنتكلم عن حاجه مهمه قوي، اعتقد هو تاج المراه هو الشعر. ويمكن الفترة الجاية إن شاء الله، من ابتداء من بكرة وفترة طويلة، هيكون في أفراح ومناسبات، ولو مش العروسة في ناس بتروح الأفراح. فالشعر أعتقد إنه مهم جدا. أولا كتير قوي بتقلق أي ست بجد موضوع إن لو سرحت شعرها في بالمشط ينزل شعر. إمتى أحس إن ده مش طبيعي بجد؟ يعني إمتى أحس إن كتير قوي شعر؟ والحقيقة أنا سعيد جدا إن إحنا نتكلم عن سقوط الشعر. سقوط الشعر في نوعين، في سقوط شعر طبيعي وفي سقوط شعر مرضي. علشان نفهم سقوط الشعر الطبيعي، بنقول ان الشعر ده كائن حي بينمو في مراحل. في مرحله البناء الشعره بتنمو بمعدل معين، مثلا 2.1 ملي في الاسبوع بالنسبه للشعر فروه الراس، تحت الابط يفرق، منطقه الصدر تفرق، الشارب تفرق وهكذا. المرحله الثانيه مرحله السقوط اللي هي الكاتاجين، شعرايه وصلت لعمر معين لفتره زمنيه معينه تسقط. وبعد كده المرحله الانتقاليه اللي هي بين سقوط شعرايه وبين تكوين شعرايه تانية، اللي هي مرحله التيلوجين، اللي تهمنا قوي عشان نحسب سقوط الشعر. مرحله التيلوجين دي بتمثل من 5 الى 10% من الشعر، وفترتها الزمنيه حوالي 100 يوم. فلو سيادتك قلت الجسم كله فيه حوالي 5 مليون شعره، منهم حوالي 1 مليون شعره في الراس، منهم حوالي 100,000 شعره في فروه الراس، وده الاساس. فبحسبه صغيره جدا، ال 100,000 شعرايه لو في نسبه التيلوجين من 5 ل 10% والفتره الزمنيه 100 يوم، نحسبها نلاقي سقوط الشعر الطبيعي من 50 ل 100 شعره في اليوم. بمعنى ان لو سقط من 50 ل 100 شعره يوميا، ده سقوط شعر طبيعي. تيجي الست تقول مثلا انا بسرح كل اسبوع مره، هتلاقي من 350 ل 700 شعرايه سقوط، وده السقوط الطبيعي، لان في شعر طبيعي بيسقط بهذا المعدل. ده ولا طبيعي. ما زاد عن هذا هو الشعر المرضي. طيب الفتره دي احنا كده داخلين في الخريف، هل فعلا ممكن يبقى في تساقط كتير شويه عن الشكل الطبيعي وما نقلقش؟ هو الحقيقه ما من شك في حاجه مهمه جدا. ايه الحاجه المهمه جدا؟ ان احنا نلاقي ان دايما في سقوط الشعر في فترات زمنيه محدده، ممكن يحصل في هذا السقوط الشعر عند دخول الخريف، عند دخول الشتاء وهكذا، لكن بيرجع يقابله بطء. يعني انا لو قلت ان انا وداخل على فصل الشتاء في سقوط شديد، على بدايه الشتاء بيرجع بطء في سقوط الشعر، فبتعوض نفسها. زي مثلا واحد بيحلق دقنه، يبص يلاقي ان الدقن بتطلع بعد الحلاقه مباشره بسرعه في اول 5 6 ساعات، وبعد كده يحصل بطء في نمو الشعر. فهي دايما في حركه موازنه بالظبط. طيب دكتور، عشان سريعا كده نتكلم عن حاجات كتير قوي متعلقه بالشعر. الصبغات، يعني كتير جدا من السيدات بتهتم انها بتحط صبغه في شعرها، وناس يقولوا لا بلاش تحطي صبغه كتير عشان ما تتعبش الشعر او تهلك الشعر. الصبغه فعلا ممكن بتهلك الشعر، ولا لو ولا استخدامي ليها هو اللي بيأثر على الشعر؟ الحقيقه انا سعيد جدا بالسؤال ده. الصبغات هي بريئه من هذه المشكله. الصبغات نوعين، في الصبغات النباتيه وفي الصبغات الصناعيه. الصبغات النباتيه زي الحنه، والحنه دي انواع كثيره واشكال كثيره جدا، من الحنه البلدي، الحنه البغدادي، الحنه الشامي، الحنه الشائكه وهكذا. الحنه دي ليها تاثير مباشر على الشعر الدهني، انها ممكن تاثر تاثير مباشر، ممكن تعمل تغذيه الشعر الدهني، لكن في نفس الوقت ليها تاثير ضار على الشعر الجاف، ممكن تسقط الشعر الجاف، ممكن تكسره لي وهكذا. يبقى اذا استخدام الحنه من الحاجات المستحبه للشعر الدهني، للشعر الدهني، واذا استخدمته في الشعر الجاف فلابد انها تخلط بماده دهنيه، يفضل زي زيت اللوز او زيت الخروع او زيت جوز الهند. يفضل ان احنا نبعد مثلا عن زيت الزيتون، لان ممكن زيت الزيتون يكون فيه زرنيخ او تزرنخ معين ممكن ياثر بريحه الشعر وهكذا. الحنه مستحبه جدا، ولكن ناخد بالنا ان في بعض حالات من الحنه بعض الاشخاص يحصل فيهم تورم في الاذن، تورم في فروه الراس، ممكن توصل لدرجه اكزيما، ممكن توصل لدرجه تكوين فقاعات وهكذا. يبقى برضه حتى استخدام الحنه تحت اشراف طبي لكن مستحب. في نوع ثاني من الصبغات اللي هي الصبغات الصناعيه. الصبغات الصناعيه دي 4 حاجات، ودي المنتشر جدا، وده المنتشر. النوع الاولاني من الصبغات الصناعيه الصبغات المعدنيه، اللي هي اساسا الانسان بيحط على شعره ماده بيكون ماده الكبريتيد، وغالبا بيتكون حاجه اسمها كبريتيد الرصاص. كبريتيد الرصاص بيدي اللون من اللون الابيض، الشعر الابيض، للشعر الاسمر او الاسود. مشكله كبريتيد الرصاص ان الرصاص ضار بالنهايات الحسيه، يعني ممكن ياثر على الاعصاب، فغير مستحب ومحرم دوليا دلوقتي. ده النوع الاول. النوع الثاني ما يسمى بالصبغات العضويه المخلقه، اللي هي عباره عن صبغات وزنها جزئي كبير زي الشامبوهات. يعني سيادتك ممكن بعض انواع الشامبوهات وبعض انواع الكريمات اذا حطيناها على فروه الراس ممكن يكون ليها تاثير مباشر وشكل جميل جدا، دي مستحبه. في نوع ثالث من الصبغات اسمها الصبغات الغير مؤكسده، وده نوع من الصبغات وزن جزئي قليل وبرده مستحب.
في نوع رابع من الصبغات اللي هي الصبغات المؤكسده اللي فيها اكسجين او امونيا، ودي غير مستحبه. يبقى اذا احنا بنحب الصبغات، يبقى تفضل ايه او بالظبط، يا اما صبغات نباتيه، يا اما صبغات عضويه مخلقه، يا اما صبغات عضويه غير مؤكسده. انما الصبغات اللي فيها اكسجين او امونيا او فيها كبريتيد الرصاص غير مستحبه. طب اسمحي يا دكتور، هنكمل كلامنا عن الشعر، هنروح بس الفاصل الاعلاني ونرجع على طول. طب حضرتك قلت في موضوع الصبغات في انواع معينه لسه ذاكرها حالا، انا هعرف منين؟ هل هشوف النشره الداخليه لعلبه الصبغه ولا هسال المتخصص اللي بيتعامل معايا في الموضوع ده؟ هعرف منين؟ هو في البدايه الصبغات النباتيه كلها مستحبه بس طبقا لطبيعه الشعر، يبقى هنا مفيش مشكله. الصبغات الصناعيه نوعين مستحبين ونوعين مش مستحبين. غير مستحبه استخدم الصبغات المعدنيه اللي فيها كبريتيد رصاص. غير مستحبه استخدم الصبغات اللي فيها اكسجين او امونيا. لكن مستحب استخدم في انواع معينه من الشامبوهات، تحطيها على الشعر تسيبيها فتره معينه تغسليها تدي لون. ست غسلات سبع غسلات اللون يختفي، نبتدي نغسل تاني وندي لون، ده حاجه مستحبه. في حاجه تانية كريمات تتحط على الشعر تدي لون دون اكسجين دون امونيا، دي مستحبه. لكن استخدم صبغه فيها اكسجين او امونيا او فيها ماده كبريتيد تتحول بعد كده الى شيء من الاشياء اللي بتاثر على النهايات الحزبيه، دي حاجات غير مستحبه. ويبقى هنا في استشاره طبيه. وممكن حاجه ظريفه جدا ان واحد مثلا تيجي تقول لك انا بستخدم الصبغه دي ليها 20 سنه بس ابتدت دلوقتي تفضي الشعر. ايوه، ابتدت تاثر على دوره حياه الشعر، تكسر ماده الميلانين الموجوده في الشعرايه وتاثر فيها. في نصيحه ثانيه بالنسبه للصبغات، دايما اقول للست او للراجل فكر مره واحده لو انت هتغمق لون شعرك، وفكر 1000 مره لو انت هتفتح لون شعرك. ليه؟ لان الفتح اسوأ، لان بكسر ماده الميلانين اللي مديه لون للشعرايه عشان افتحها، بقلل من قيمتها، بأسر الطبقه الكيراتينيه. يبقى حتى لما نيجي نغمق لون الشعر نفكر بطريقه بسيطه، لكن لما نفتح نفكر بطريقه جامده جدا، لان بعد كده ليه تاثير. يعني القضيه مش قضيه الصبغه، قضيه ان احنا ازاي نتعامل معاها. بالظبط. طيب القشره يا دكتور، قبل بس نختم الكلام، القشره ممكن تاثر على الشعر جامد؟ طبعا القشر برضو، القشر مهم جدا. في قشر طبيعي اللي هي الطبقه الكيراتينيه الموجوده في طبقه الشعر اللي هي بتسقط وليها تاثير، ودي موجوده عند كل الناس. وفي قشر المرضي اللي مصحوب ببعض الامراض زي مرض الصدفيه، اذا صابت فرط الرأس ممكن تعمل نوع من القشر صعب جدا اللي هو بيلصق في الفروه وبينزل بدم وبينزل بطريقه معينه، زي الاكزيما القشريه، زي قله تناول فيتامين الف، زي نوع معين من انواع الذئبه الحمراء او الذئبه الاكوله، زي التينيا لو اصابت فروه الراس تحت اسم القراع الانجليزي او القراع البلدي، وهكذا. دي كلها حاجات بتعمل قشور مرضيه تؤثر تاثير مباشر على الشعر، وفيهم بعض الحالات اللي ممكن تؤدي الى فراغات في الشعر لا تعالج الا بعمليات جراحيه. لكن في نوع من القشره الطبيعيه اللي هي تبقى عباره عن قشور بيتم فصلها بطريقه معتدله وتبقى طبيعيه في شعر الانسان. ودي هنتكلم برضو عنها الفتره الجايه ان شاء الله. طب برضو نقط سريعه، الحجاب كتير قوي الدات او البنات بتلبس الحجاب، بيحصل له مثلا مشاكل في الشعر وبيقولوا ده الحجاب، لا عايزين نقول هو في نصائح ذهبيه للحجاب. الحاجه الاولانيه، الحجاب لازم يكون قطن يا صوف يا حرير، ماده طبيعيه. هي البولي استر اللي موجود في الاحجابه ده بيأثر تأثير مباشر على الشعر وبيخنقه. يبقى يا قطن يا صوف، قطن يا صوف يعني احنا بنتكلم عليه، يا قطن يا صوف يا اما ويكون حرير. ده النصيحه الاولى. النصيحه الثانيه ان لازم الست دي تعمل فرق. انا بشوف كتير جدا في المرضى اللي عندي بيرجعوا الشعر لورا، تبقى مشكله القرى بتبتدي تعرض وتبقى مشكله جدا. ندي نصيحه من خلال برنامج سيدتي، بنقول نعمل فرق ونرجعه ورا، مفيش مشكله. الحاجه الثالثه، التهويه ضروريه ومهمه جدا، لكن نوع الحجاب عمل تسريحه للشعر، تهويه الشعر، بعد كده الست هيبقى شعرها جميل جدا وهتفضل طول عمرها لابسه حجاب، مفيش مشكله والامور دي مفيهاش اي حاجه. دكتور قبل ما نختم كلامنا، نصيحه كده لكل سيده او كل بنت او كل فتاه تحافظ على شعرها بالتغذيه، ولا يعني تعمل ايه بالظبط؟ التغذيه مهمه جدا، اللي فيها فيتامين الف المسؤول عن تركيب الشعره، اللي فيها فيتامين ج اللي موجود في الفاكهه المسؤول عن تغذيه الشعره، دي حاجه مهمه جدا. المعامله الطيبه بالنسبه للشعر، الشعر ده كائن حي لسه بنتكلم بنقول عليه، ما نجيش نتعامل معاه بمكوى او نتعامل معاه بفير او نتعامل معاه بكي او نتعامل معاه بصبغات ثقيله جدا وهكذا. عمل الدوامات وعدم عمل الدوامات، نوع القشر اللي بنستخدمه، نوع المشط اللي بنستخدمه، نوع الشامبوهات، نوع البلاسم، دي حاجات مهمه جدا الحقيقه، ممكن ناخدها في حلقه واسعه. كل موضوع عايز حلقه بالظبط، لان دي مهم جدا. ان انا في النهايه بقول الشعر كائن حي، نحترمه يحترمنا،
من الا اظن معاه هيبقى وحش وهيبتدي يعمل لنا مشاكل كتيره. بشكر دكتور منير ويليام كبير جراحي التجميل، بشكرك يا دكتور، كل سنه وكلكم بخير وسلامه. حضرتك طيب يا دكتور. فقرتنا دلوقتي عن الجمال او عن الشعر انتهت، تعالوا مع بعض نشوف تقرير عن الاحجار يمكن على مدى 30 يوم في رمضان اللي اتكلمنا عن حجر او حكايه حجر، تعالوا مع بعض نشوف حكايتنا النهارده ايه عن الحجر، زي ده ونرجع تاني.